السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان ومستمعي أون سبورت أف أم في كل مكان، وحلقة جديدة من ملعب أون تايم. يوم حلو إن شاء الله بإذن الله، ويوم سعيد، وأخبار النهاردة كتير، وعندنا النهاردة أحداث رياضية كتيرة جدا جدا جدا. هبتدي من رسالة عجبتني جدا. أول مرة أصحى الصبح ألاقي مجموعة رسائل من جمهور النادي الأهلي ليا عندي، ومجموعة رسائل من جمهور نادي الزمالك. حسيت ان في حاجه، في موضوع، في ايه؟ ايه القصه؟ ايه الحكايه؟ لقيت جمهور الاهلي بعت لي بيقول لي يا كابتن سيف، الدوري للاهلي وان شاء الله باذن الله الاهلي هيكسب. لقيت جمهور الزمالك، الدوري للزمالك ويا كابتن ان شاء الله الزمالك هيكسب. وده شيء الحقيقه اسعدني جدا، كله على خط واحد دلوقتي، مباراه بمباراه، خطوه بخطوه، كله متساوي. وانا بقول مع صفاره نهايه اخر مباراه هيتعلن الفائز بالدوري. الاهلي احنا هنقوله مبروك، الزمالك هنقوله مبروك، وهيبقى موسم رائع. مش دي الرساله، الرساله ان جمهور الاهلي والزمالك اللي بعتولي اتفقوا على جمل غريبه جدا. لقيت الجمهورين بيقولوا لي يا كابتن، جمهور الاهلي وجمهور الزمالك، نحن من نصنع النجوم. ده جمهور الاهلي وجمهور الزمالك بالبلدي كده، اللي بيلعب عندنا يا كابتن هو الكسبان، هو اللي بيبقى نجم، مصري، اجنبي، خارجي، محترف، اي حاجه، اللي بيدربنا هو الكسبان. الاهلي والزمالك هما مصنع النجوم، هما من يصنعوا التاريخ لاي لاعب، لاي مدير فني، لاي حد. شوفوا بقى الحلاوه والعظمه، اما الجمهورين يتقابلوا في جمله واحده، اما الجمهورين يعرفوا ان هما مصنع النجوم. مصنع النجوم على فكرة لأي حد، للاعب، لمدير فني، لجهاز فني، لإداري، لأي التاريخ بيكتب إنك في يوم من الأيام لعبت للنادي ده، مثلت للنادي ده، كنت في إدارة النادي ده، دربت النادي ده. وما فيش نادي من دول، لا الأهلي ولا الزمالك، هيتأثر برحيل أي لاعب. دي الرسالة اللي الجمهور النهاردة بعتها لي. كل واحد النهاردة من الجماهير يقول لي مش هنتأثر برحيل أي حد أو مشان أي حد، إحنا اللي بنصنع النجوم وبأي حد، الأهلي والزمالك باللي موجود، باللي في الملعب. روح كبيرة جدا عند الجمهورين، ورسالة من الجمهورين أكتر من رائعة. وصممت إن أخش النهاردة البرنامج وأفتح البرنامج بهذا الحديث. عجبتني إن الاتنين يتفقوا على حاجة واحدة، إحنا عندنا جماهيرية بالملايين، سواء أهلاوي سواء زملكاوي، إحنا مصنع النجوم سواء أهلاوي سواء زملكاوي، إحنا الدوري بتاعنا سواء أهلاوي سواء زملكاوي، كل واحد مركز في فرقته، وكل واحد بيشجع. 24 ساعة بتفصلنا بكرة عن لقاء الأهلي ويبتدي المشوار، وبكرة نبتدي كلام تاني، نشوف الزمالك فرق، الأهلي في حالة التعادل، في حالة الخسارة، في أي حالة غير المكسب الزمالك يفرق بأكتر من نقطة. هنشوف بكرة الموقف والقصة عاملة إزاي. ولكن افتتاح حلو، كلام جميل، كلام رائع، كلام في الكورة، كلام في الفنيات، كلام واقعي واقعي. والحقيقة ابتدى الأهلي والزمالك يشتغل بالحتة دي، ابتدى الأهلي والزمالك يشتغل إن اللي هيلعب معانا لازم يعرف إن في ظهره جمهور بالملايين، سواء أهلاوي سواء زملكاوي. دي حلاوة الفانيلتين ومتعة كرة القدم من زمان قوي، من زمان. تجيبها ألوان تلاقيهم جنب بعض، تجيبها أبيض وأسود تلاقيهم جنب بعض، هي دي المتعة وهي دي حلاوة الكورة. زي ما أنتم شايفين أحلى لقطات وأحلى متعة واحلى مود واحلى ضحك واحلى انبساط. تيشيرت الاهلي، تيشيرت الزمالك، وفي النص علم مصر اللي بيجمعنا على طول كلنا. هي دي متعه وحلاوه كره القدم، وقناعه اي جمهور ان هو صانع النجوم هو ده الشيء اللي يحترم والشيء الرائع. تحيه كبيره جدا وعظيمه لجمهور الاهلي الكبير العظيم وجمهور الزمالك الكبير العظيم. ان شاء الله باذن الله بالتوفيق بكره ضربه البدايه، ونتمنى التوفيق للجميع، أهلي وزمالك. كسب الأهلي الدوري نقول له مبروك، كسب الزمالك نقول له مبروك. بعد بكرة إن شاء الله بإذن الله يكون ضربة البداية للنادي الأهلي أمام وادي دجلة، ويبتدي مشوار إن شاء الله بإذن الله الدوري الممتاز.